عند قراءة بعض الأشخاص لسورة الضحى يذكر قبلها قول بسم الله والله أكبر أو قول الله أكبر، ويفعل ذلك أيضا في السور التي بعدها حتى سورة الناس، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه طريقة لبعض القراء، التسبيح في آخر سور القرآن يراه بعض العلماء ويعمل به بعض القراء، فمن فعل ذلك فلا حرج. الحمد لله.